بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل معاكم البسيمه الجميله قوي دي، الرائعه دي، ان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا جدا جدا، عشان طعمه قوي ولذيذه. وانا طبعا الحاجات دي كلها مجرباها قبل كده. ان شاء الله باذن الله هنروح مع المقادير دلوقتي ونشوف عملناها ازاي. خليكم معايا ان شاء الله وهنشوف الطريقه بامر الله مع بعض. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ اللون ده طبعا من الطحينه اللي انا حطاها، اللي انا دهنا بيها ورقه الزبده. وهنشوف مع بعض الطريقه باذن الله معموله ازاي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وعافيه ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه قوي بسيطه. هعمل معاكم البسيمه. البسيمه دي من الحلويات طبعا الشرقيه اللي كل الناس بتحبها وبتعشقها. دلوقتي معايا ايه للبسيمه؟ طبعا اول حاجه عملتها دهنت الصينيه هي بالطحينه زي ما انتم شايفين. الصينيه هي مدهونه بالطحينه زي ما انتم شايفين كده. هبعدها بعيد كده. تاني حاجه معايا البندق اهو، هنقعه في ميه عشان ما يتحرقش اللي هحطه على وش البسيمه. وبعدين معايا هنا نص كوبايه دقيق بالظبط، هاخد منه على قد الحاجه. ومعايا هنا فانيليا، ومعايا هنا اربع معالق سمنه كده محطوطه في البوله زي ما انتم شايفين. دول اربع معالق سمنه سايحه. ومعايا هنا برضو نص كوبايه، يعني مش نص قوي يعني كده، سميد بسبوسه. ومعايا هنا كوبايه جوز هند، ده الرائع الرسمي للبسيمه طبعا. ومعايا ايه تاني؟ معايا سكر طبعا حسب الحاجه. انا معايا جه اربع معالق سكر كده عشان احطهم في قلب البسيمه. دلوقتي هنشتغل ونشوف ايه هنعمل البسيمه ازاي. هنحط طبعا دلوقتي جوز الهند عشان نفركم على الزبده كده بالشكل ده. وطبعا ما ننساش الكريمه. الكريمه هي معايا بدل ما احط زبادي. ممكن تحطي زبادي لو ما عندكيش كريمه، ممكن تحطي قشطه لو حابه. بس طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الكريمه بتعمل عمل ايه، بتعمل عمل القشطه، لانها طبعا ما شاء الله زي القشطه بالظبط. هنا معايا البيكنج باودر احطه هنا، وهجيب هنا دلوقتي الفانيليا احطها هنا مع السمنه والحاجات اللي احنا هنفركها مع بعضها دي. نحط كل المواد الناشفه كده ونفركها. هعدل لكم الكاميرا دلوقتي عشان تشوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت، يا رب تكون كل حاجه واضحه قدامكم. اهوت زي ما انتم شايفين كده، عدلت لكم الدنيا اهوت عشان تتفرجوا على الفيديو يكون صح تمام. واحط معايا نص الكاس، واحط السكر، نص كاس السميد. سيب انا دلوقتي حطيت ايه، اربع معالق زبده سايحه او سمنه اللي عندك. وبعدين حطيت كوبايه جوز هند، ديت كوبايه، ديت دي كوبايه وربع بالكوبايه المج اللي هي بتاع الشاي اللي عند جمهوريه مصر العربيه كلها، يعني كوبايه وربع بدي بالكوبايه دي، كوبايه وربع بالمج ده تمام. ومعايا نص كوبايه دقيق، ومعايا نص يعني ايه اقل من نص شويه سميد خلاص. ومعايا طبعا سكر حسب ايه الرغبه. هنفركهم كده مع بعض مع الزبده، نفركهم كده تمام كده او جامد كده. طبعا البسبوسه والبسيمه والحاجات دي كلها بيعوزوا ايه شربات خفيف زي ما انتوا عارفين. شربات ايه؟ شربات خفيف اهوت. فركتها اهي، بقت عامله زي، شوف خليط رملي اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ هنكمل عجن بايه؟ بالحلوه دي الكريمه دي ان شاء الله لحد ما تلم معانا. هنحط كده ونلمها ونشوف هتبقى عامله ازاي. عايز التاني نحط، ممكن تحط رز مثلا نص كوبايه ولا حاجه اهيت. طبعا هي طالعه من الثلاجه عشان كده جامده بالشكل ده كده. طبعا السكر بتاعها هيبقى خفيف زي بتاع البسبوسه. خفيف يعني ايه؟ يعني كوبايه ميه لكوبايه سكر، كوبايه ميه لكوبايه سكر ان شاء الله. طبعا انا عندي السكر جاهز، بس انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين ان السكر بتاعها ايه، خفيف خفيف. وبيتعمل ازاي قلت لكم الطريقه اهو. هنحط كمان شويه. انا طبعا ما عيرتهاش لان انا خدت بالنظر كده اهو بالشكل ده. طبعا الحاجات دي من الحاجات الشرقيه، الحلويات الشرقيه المحبوبه والمعروفه قوي اهو بالشكل ده كده. طبعا حطيت ورقه زبده وحطيت عليها ايه طحينه عشان خاطر ايه
الطحينه دي بتبقى طعمها حلو قوي مع البسيمه ومع البسبوسه ومع الحاجات دي كلها. شايفين اهي بقت عامله ازاي العجينه بتاعتها. انا هحط لها كمان شويه برضو اهوت. كل حاجه في البيت تتعمل، يا ريت يحصل لكم ان الحاجه تتعمل في البيت عشان تبقوا ضامنينها معموله ازاي. وطبعا هتبقى ارخص ليكم بكتير من انكم تشتروها بالشاي الفلاني من بره اهو. نتعالى نتايب امان الله واخر سهوله واخر جمال اهي زي ما انتم شايفين كده اهو. انا انتهى معاكم اهو من الى من اول للاخر، سهله جدا جدا. دلوقتي بقى اشيلها ان شاء الله واحطها هنا في الصينيه الحلوه دي اهو، الصينيه المدهونه دي كده. في اسهل من كده بقى؟ اهم حاجه تعملي الحاجه بايه شعرنا، اعملي الحاجه بحب. طبعا انا هجيب سنه ميه كده عشان انسل ايديا، هجيب سنه ميه عشان انسل ايديا وابطط ايه البسيمه بتاعتنا الجميله دي اهو. وعايزاكي تعملي كل حاجه وعينك كلها تبقى ميزان، عينيكي تبقى ميزان للحاجه اللي انت بتعمليها. اولا شفتوا الكيكه، الكيكه طبعا ما خدتش زي ما انا قلت مثلا ايه كوبايتين ونص دقيق، حسب الخفيه بتاعتها في ايديكي، حسب ما تبقى خفيفه في ايديكي. اهم حاجه العجينه بتاعت الكيك تبقى خفيفه عشان ايه تاخدي كيكه هشه ممتازه اكتر من ممتازه كمان. طبعا انا حطيت ورقه زبده لان ايه لما تعوزي تقلبي الحاجه الحلوه البسبوسه او البسيمه والحاجات دي تحطي ورقه زبده كده بالشكل ده. بصي اخدمي الحاجه تخدمك على طول كده، تخدمي الحاجة كل حاجة تطلع فلة فلة في ايديكي اهو بالشكل ده كده. اتفردت كلها اهي مفيش اي مشكلة خالص زي الفل. شايفين ما شاء الله، شايفين الشكل يجنن والريحة هايلة جدا. طبعا دلوقتي طبعا انا ايه هحطها في الفرن على 180 درجة، ممكن تاخد 25 لـ30 دقيقة وهنشوف شكلها هيبقى طالع عامل ازاي معانا. خليكم معايا. دي حاجه ديت من السميد اهوت. طبعا عايزاكم تعرفوا ان كل حاجه بتتحط في الثلاجه، كل الحاجات البودر دي لان الحر بيبوظ الحاجات دي وبيسوسها. خلي بالكم كل حاجه عندي انا بحطها في الثلاجه، كريمه سميد بسبوسه دقيق كل حاجه بودر بحطها في الثلاجه عشان خساره الحاجه غاليه. ربنا يعين الجميع يا رب. كده خلاص اهي خلصتها كله تمام زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهي. دلوقتي جه الدور على ايه بقى؟ جه الدور على ان انا ارص عليها الفندق الجميل ده. الاول هديها كده ايه تقسيم بالسكينه كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مفيش اسهل من كده اهو. بسم الله اهوت. هبتدي بقى انا ايه ارص ايه، انا بليته لازم تبلوا البندق او اي مكسرات هتحطوها على الحلويات بالشكل ده عشان ما تتحرقش منكم في الفرن، عشان تطلع يا دوب متحمره ومتحمصه كده بطريقه جميله وشكل جميل. وان شاء الله باذن الله الف هنا وشفا، وتجربوا وتقولوا لي. وباذن الله ان شاء الله لما تطلع من الفرن تشوفوها عامله ازاي اهوت. مفيش اسهل من كده طبعا ولا احلى من كده اهوت. بسم الله ما شاء الله اهو. وطبعا اللي اول مره يشوفني ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بالف خير ان شاء الله بعد ما تطلع ان شاء الله البسيمه من الفرن. طبعا الفرن متسخن مسبقا، ما تنسوش النقط دي مهمه جدا بالنسبه لكل الحلويات اهوت. مش هين عليا اشيلهم احطهم كده اهو ما شاء الله. والف هنا وشفا على قلبكم. الصينيه هي ما شاء الله تتاكل نيه زي ما انتم شايفينها، شايفين تبارك الله. ان شاء الله باذن الله لما تطلع من الفرن هنشوف مع بعض هنعمل ايه. وطبعا زي ما قلت لكم الشربات بتاعها هيبقى سخن والشربات بتاعها خفيف زي شربات البسبوسه بالظبط. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير بعد ما تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي البسيمه هي طلعت زي ما انتم شايفين قدامكم ما شاء الله، شايفين زي الفل اهي.
اللون والريحه مش قادره اقول لكم عامله ازاي. الف هنا وشفا على قلبكم. ودلوقتي انا حطيت اهوت من الشربات اللي انا كنت عاملاه قبل كده في الكسرونه، عشان لازم هي تخرج من الفرن وهو يبقى سخن، والبسبوسه لازم تبقى سخنه برده، والشربات بتاع السخن خلي بالكم والشربات بتاعهم ايه يبقى خفيف، خلي بالكم من النقط دي. ان شاء الله باذن الله انا هجيب دلوقتي الشربات عشان احطيها قدامكم، وبعدين اقلبها ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله ناجحه 100% هي تبارك الله. ان شاء الله تجربوا وتقولوا لي، والف هنا وشفا على قلبكم. اهو بسم الله اهو، شوفوا لما البسبوسه والحاجات دي تشرب اعرف انها ايه ناجحه. لما تشرب الحاجه كده، لما تشرب الشيره بتاعتها او الشربات بتاعها اعرفوا انها ناجحه 100% اهي. طبعا انا هسيبها كده شويه، هغطيها واسيبها كده شويه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين ما شاء الله بتشرب ازاي، اهي شربت كل الكميه اهي. هغطيها شويه وبعدين اجي اقلبها قدامكم تاني ان شاء الله باذن الله. نقلبها في الطبق بتاع التقديم زي ما قلت لكم، انا حاطه لها ورق زبده اهو في الجنب اهو، زي ما انتم شايفين اهو في الجنب اهوت، علشان خاطر ايه اقلبها في الطبق ونشوف لما نيجي افرجي. انا عايزه اودي مثلا واحده هديه لناس مثلا بسبوسه او بسيمه او اي شيء ان كان يعني. طبعا الكنافه بتتقلب سهله، لكن طبعا البسيمه والبسبوسه لازما ورقه زبده وتدهن كويس علشان خاطر تقلبيها في طبق التقديم، وبعدين تقومي قلبها تاني على وشها في طبق تاني زي بالظبط. بصوا ما شاء الله شايفين الطراوه، شايفين ما شاء الله طريه ازاي، جميله جدا وناجحه جدا والطعم يجنن جدا جدا جدا. واقفه انا وشفها، ولما تهدى ان شاء الله انا هغطيها حاليا، ولما تهدى هقلبها ونشوف مع بعض هتبقى عامله ازاي وشكلها ايه. كونوا معايا ان شاء الله، تنوروني دايما وتشرفوني. شايفين، والبندق كمان ما اتحرقش، قلت لكم تحطوه الاول فين في الميه علشان يفضل شكله جميل كده زي ما هو، يا دوب ياخد لون بس مصفر كده ذهبي وخلاص على كده. والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله اشوفكم بعد ما اقلبها، وان شاء الله باذن الله نشوف هتبقى شكلها عامل ازاي ما تتقلب باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا قلبتها في طبق التقديم دوت زي ما انتم شايفين كده اهيت اهي، بسم الله ما شاء الله قلبتها اهوت، وشلت الورقه طبعا من تحتيها اهيت، اتقلبت طبعا في منتهى السهوله عشان خاطر ايه ورقه الزبده. شايفين الجمال، طبعا باذن الله ان شاء الله تجربوا وتقولوا لي. ومن هنا للمره الجايه هتوحشوني جدا، وعايزه اقول لكم طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بعد كده بامان الله وحفظه، واترككم بامان الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودايما نوروني وشرفوني، وشوفوا الفيديوهات كلها من اولها لاخرها، الفيديو لازم تشوفوه كله عشان تعرفوا تعملوا الحاجه زي ما انا عاملاها، واعملوا الحاجه بحب. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هي برده لسه ما زالت سخنه، بس شايفين ما شاء الله طريه ازاي، لذيذه جدا. ان شاء الله تجربوا وتقولوا لي.